اخلع اللي جابه امه. يلا انتظر يا سلومبي. يلا اني اديه. يا نهار اسود. سامحيني يا مولاتي هشام. انتظروني. انا مين يريده؟ يا دي الليل والنهار والاسود والسواد اللي انا داخل خارج فيه. وبعدين يا جدعان في الكرافيك اللي انا عايش فيه ده مفيش مره اروح اصدر في المفتاح روح خارج الكنز ويبقى الموضوع خلص كده. الله يخرب بيتك يا عم هريسه. والنور اللي قاطع ده ايه؟ اه يبقى احنا كده في مصر. نور قاطع يبقى احنا كده في مصر. عزيز هو في ايه؟ الدنيا ولع. مع السلامة عليكم الأول. وعليكم السلام ورحمة الله. يبقى احنا كده في مصر. الدنيا ولع ليه؟ أنا عارف. أنت بتشتغل ايه؟ أنا بالقافي حرامي. لا والله حرامي؟ أهي. بتاخد كام في الشهر؟ إيه؟ آه أنت ميزانية متوحة أنت. إيه اللي أنت لابسه ده؟ أنت بلياشتو. أنا إيه؟ بلياشتو. بلياشتو؟ اه بالقشطه. ايوه بقول لك ايه والنبي حبيبي الملايين انا شايف حاجه ورا ودنك كده وعايز اعرق دماغي. ما شفت السجاير بقالي بتاع شهرين من الكفار للثوره. حبيبي اتفضل. تسلم. سلام عليك. آه ربنا يرزقك يا رب بالحرام. معاكش كبريت والنبي زميل. طلبات الكتر امسك. يا عم كتر ايه وانت بتجهز عروسه؟ سلام عليك. الف سلامه. نهارك ان شاء الله ازرق باذن الله. سلام. سجاير. برضه السجارة ما ولعتش برضه. أولع إزاي أنا؟ ممكن أولع لو سمحت؟ وقف عندك ما تتحركش يا مجرم يا عتيد يا بتوع الحركة والبركة والمركة. هنلمكم. اسمك ايه يا جدع انت؟ انا المنبر. انا ما عملتش حاجه والله. قدامي يا حارق القاهره يا معتدي يا اسير. احرق القاهره ليه؟ اقرا حي القاهره. اقرا حي القاهره. لا تعلمكم الخلايا بتاعته. اقرا حي القاهره. اقرا حي القاهره. والصحافه صاروخ لك كده. اشاعات؟ ايوه. واضح انك ضليع قوي. كله اشاعات في اشاعات؟ اه كله اشاعات في اشاعات والله. واسمك؟ اللي منور الجرانين. انا ما اعرفش. انا وقت مع العسكري وانا خارج من الخرابه لقيت خارج من القاهره الحادثه وانا اللي حرق القاهره. ازاي ما اعرفش؟ وصورتك والشهود؟ ده بقى سرعه النت. الكيكا بايت عالية هنا في قلب المكان عندكم. دي كلها اشاعات. كل ده اشاعات حضرتك سعادتك. ربنا اراد يكشف سترك. ليه بس؟ ده انا بريء والله. قول لي. نعم. اللبس اللي انت لابسه ده حلو عاجبك؟ دي قرائن وهسالها لك. اتفضل. اللبس اللي انت لابسه ده ايوه اللي بيدل على زي موحد لحزب معين. نعم. اللبس ده ايوه بتاع ايه؟ ده بتاع البلاك بلوك. بلاك بلوك. بلاك بلوك. جميل. عظيم. اعتراف هايل مدهش رغم اني مش عارف معناها. ربنا يخليك يا سعاده الباشا. جل من اعطاك علم الشياطين يا خسيع. خسيع. قول لي. اتفضل. تقول ايه على الدليل القاطع اللي هيوصلك لحبل المشنقة اللي انت متخفي من ورائه؟ ايه بقى؟ نعم. دليل ايه؟ دليل ايه؟ انا مش عارف حضرتك بتتكلم على ايه اصلا. دليل ايه حضرتك؟ ايه هو الدليل؟ ما تلفش وتدور عشان انا روحي بتلعب في مناخير. الف مبروك ما شاء الله روحك كبرت وبتلعب في مناخيرك. ايه حاجة عظيمة. وتقول ايه في السلاح اللي لقوه معاك اثناء اشعال حريق القاهرة؟ حريق القاهرة؟ حريق القاهرة. حريق مصر. مصر لكل المصريين. لا استوب موكشن بقى كده. لا ما ينفع. حريق ايه يعني؟ انا انت فاكر ان انا يجي لي قلب ان انا احرق بلدي احرق مصر؟ ده انا ماليش عيش فيها ولا استحق اصلا ان انا اعيش فيها. انا عرفتك. الذنب انت من الفدائيين. فدائيين؟ انا احبكم والله واكن لكم كل احترام وتقدير. الله يخليك. الله يخليك. انا فدائي. انا فدائي وكل اللي انا منضم ليهم فدائيين. واحنا كيف فدائيين برضك بنحبك وبنكن لك كل طراطيش. عارف؟ ايوه. رغم انك حارق البلد بره ايوه لكن ممنون منك. عارف ليه؟ ليه يا فندم؟ علشان شجاعتك واعترافك بحريق القاهره. سعادتك لو سعيد ان انا حرقت القاهره
انا ممكن اسقط لك بكره احرق نزله السمان والجيزه وبني السويس والحته دي يعني لو حابب. مش عايز تحرق حاجه تاني؟ شوف انت عايز حاجه بحضرتك على حسب ما تحب حضرتك. انت على اتصال بمين في الخليه؟ اتصال بمين في الخليه؟ بالراجل صاحب المنحه نفسه. انت مش لسه قايل انت من الفدائيين؟ يا باشا انا بقول اي حاجه انت سعادتك عايزها. انت شفتك بتحب الفدائيين فقلت بقى فدائي فدائي لك حبي وفدائي. عايزني ابقى صهيوني خلاص خليني ابقى صهيوني لو انت بتحب الصهاينه. شوف انت بس شوف انت عايز اي بلد عايزني اركبها وابقى معاها واخبلك بس المهم ان انا افك واخلع من هنا بقى. صهيوني؟ ايوه صهيوني. ده اعتراف هايل. امال ايه؟ ده اعتراف مذهل. امال ايه؟ مزعج. ايوه اكتب عندك. اتفضل. وقد اعترف المتهم ايوه بكل المنشورات شوف المنسوبه اليه. الله يخليك. بحرق القاهره وزود صهيوني. وفي الجيزه. نكتب له جيزه. قلنا هنحرق الجيزه وقلنا السويس. تعال اقف جنبي قول للمحضر. ممكن؟ ده محضرك. والله انا ما عايز بس اتقل على حضرتك والله لما اوزع عنك. اتفضل حضرتك. الله يخليك. بص هنا اكتب الجيزه، اكتب الجيزه. ايوه. وبني السويس. وخش بقى ايه الاتحاديه. صح؟ ماشي؟ وعندك هنا رابعه ومدان عابدين. ماشي؟ اه كده خلاص. اه مرضي؟ اه كده انا مبسوط. اه في اي اضافه؟ لو ده شوف انت بقى استضيف حاجه انت ضيفها. انت اكتب وقد اقفل المحضر في تمام الساعه السابعه و11 دقيقه مساء يوم ايوه 26 يناير ايوه يناير سنه 1952. لا والنبي 52 52 ايوه 52 52 52 لا لا ايوه اهو الملك فاروق جعفر اهو ما شاء الله عليه. طب ممكن في بياضه هنا ممكن اسجل فيها حاجه ثانيه زياده؟ اتفضل. هي صوت فقط. اتفضل. ماشي؟ حلو قوي. سعادتك وصلت ان انت قبضت عليا الساعه كام حضرتك قلت دلوقتي؟ 7 و11 دقيقة. و11 دقيقة وعدى قد ايه الوقت على الكلام بتاعنا؟ يعني يقول دقيقتين. دقيقتين يعني بقت كام؟ 13. حلو ده بقى ميعاد هروب انا. يخرب بيت أم اللخبطة اللخبطة من الواحد من الواحد. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. قصر الزرازير لحيات ابوك تعرفه؟ اعرفه. الله يخليك. بس حضرتك هيئتك ولبسك غريب خالص. يا عم بلا خالص بلا مالص. هو ايه اللي حصل في البلد؟ ايه جهنم اللي والعه دي وبني ادمين ماشيه عماله محروقه ومولعه في ايه؟ وحضرتك مش عارف ولا مستنكف؟ انا بيني وبينك عايز اتكلم فعلا في اي حته، استنكف في اي حته كده ومحدش يعرف مكاني في الهوجه اللي حاصله دي.